الأسبوع اللي فات خديناكم لبيل الويدان وعشنا أوقات جميلة مع عائلة الحدادي واستمتعنا بالمناظر الجميلة ديال جبال الأطلس. جولتنا وسط جبال الأطلس الكبير لازالت مستمرة وغادي ناخدكم في هذه الحلقة لشلالات أزود. تقع شلالات أزود في قرية تنجميل تتبع لجهة تدلى أزلال. مياه واد أزود كتشكل من ثلاثة ديال المنابع اللي كتصب في واد العبيد. كتميز منطقة أزود بمناخ صحي وثروات طبيعية متنوعة غنية بأشجار الزيتون. الغطاء النباتي ديال المنطقة كيضم مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية، الشيء اللي كيصنف عسل المنطقة من بين أجود أصناف العسل في البلاد. المنطقة معروفة بالعديد من المواقع السياحية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية الخلابة، حيث كيخترقها عدد كبير من الوديان والعيون. وصلنا لأزود في الصباح بكري، باقي كل شيء ساد إلا المخبزات، وهذه فرصة نمشي ونشريو الخبز وفي نفس الوقت ناخدو فكرة على طريقتهم في تحضير الخبز اللي كيمزج ما بين التقليدي والعصري. راك فايق بكري اليوم؟ فايق شويه ياك. حنا خرجنا قبيله لقيناه هنايا في أزود مع الصمص ديال الصباح باقي كلشي ساد. معاش كتبدا توجد انت؟ خش بديك الخمسة ونص. خمسة ونص كتبدا؟ خمسة ونص الصباح. ايوا الناس ما تيتعطلوا في الفطور واقيله. لا ما كيفيقوش بكري على حساب المنطقه، مع البرد شويه البرد وما كاينش لا بيت. شنو كدير؟ راك درتي الدقيق كيعجبني الخميره وشويه دي. قالوا لنا حنا الخبز ديالك بعدا كاينه بحال الفرماج، بحال الخبز فيه الفرماج. خبز بلدي. خبز بلدي. كدير معاه شويه ديال السنيده، شويه السنيده وشويه الملحه ياك. هذيك السنيده باش تعطي الحموريه والحلاوه ولا شنو؟ على حسب الطيبه. كيبقى الخبز رطب وكيجي محمر مزيان. كيجي محمر. حنا غادي ناخذو من عندك ان شاء الله شي خبيزات باش غادي نهبطو نمشيو نصيبو هذا الطاجين تما، حيت مازال الناس ما حلينش. حنا غادي نمشيو خصيصا باش نصيبو الطاجين وجينا ناخذو من عندك شويه ديال الخبز، ولكن ما فيها باس نخليكم تشوفوا الطريقه كيفاش كيعجن فيها بالكريم وانا غناخذ الخبز ونمشي. الله يعاون السي الكريم. الله يعطيك الصحه. حتى العشيه ونعاود نرجع عندك. الحمد لله. مرحبا. سلامه. بعد ما تقديت الخبز خديت اسرع وسيله نقل باش نمشيو للشلال. المحلات والمقاهي المحيطه بالشلالات عاد كيفتحوا وكيستعدوا لاستقبال الزوار. عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم. اكيد كتشوفوا هذه الصوره اللي ورايا عارفين فين حنا بطبيعه الحال، حدا شلالات أزود، هذه المنطقه السياحيه الجميله اللي الكل كيعرفها وتيحبها. حنا غادي ندوزوا اليوم النهار هنايا، غادي نساريوكم في هذه البلاد، غادي نشوفوا الناس اللي كاينين هنايا اللي كيصيبوا طويجنات، غادي نشوفوا كذلك العائلات ديال المنطقه كيفاش كيعيشوا. اكيد النهار غادي يكون ممتع، ولا بقى لنا الوقت نباتوا معاهم علاش لا، خليكم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. كي دايرين؟ صوت لاباس. والله الا برنامج الا زوين بالله. الله يزين ليا بون كوراج وما يكون غير خير. توفيق. توفيق السام. توفيق السام سيدي. في طريقنا توقفنا عند السيده نعيمه تتوجد الطويجنات ديال الغداء، استقبلتنا وفرحت بينا وبغات تقسم معنا سر المذاق اللذيذ ديال طويجناتها. بدات تتوجد. هادي شنو هي التخليطه؟ هادي التخليطه فيها العطريه كامله، كندير القرفه، كندير سكنجبي، كندير شويه البزار، كندير صفيفره،
وكنخلطو كامل ونهز الماء مابقاش حيت مع الطواجن بزاف ما تنقدرش نبقى شويه خصني ندير بزاف الخضره. تبارك الله عليك. وبعدا كاين راكم نشيطات كلشي فاير الحمد لله الدنيا نقيه وبلادنا راه بلاد السياحه خص ضروري تفيق الواحد ينوض بكري باش يلاه يخدم من تبعي في الحاله خصنا نوض بكري. ولكن كاينه البلاصه هكا اللي كيكونوا خدامين فيها النساء كتكون واقيله عندها واحد اللمسه خاصه. انا شفت المنيدلات هما اللي فاش كنت دايزه بانوا لي المنيدلات بروزين ضروري خصني ندير لي ناب ودير سميتو تباصل ودير الكيسان حيت ما درتيش انت تصيبهم بيدك؟ لا الدرين اللي معايا كيصاوب داك الشيء ضروري وانا اللي صوبتهم بيدي. اه انت اللي طرزتيهم؟ اي والله يعطيك الصحه نخليك تكملي الطويجينات ديالك انا نشوف كاش كديري. واخا لحظه عملت اللحم مع زيت الزيتون وتخليط التوابل ديال الطاجين. غطات اللحم بالبصله بزاف ديال البصله وقيل هذا هو السر اللذه ديال طويجناتها. كتزيد عليه خيزو البطاطا مع مطيشه الدنجال والفلفله باش يجي على شكل لوحه كتجمع كاع الالوان اللي كتعكس جماليه المنطقه. الله يعطيك الصحة نعيمة. ربي يخليك لالا. دوزنا معك وقت زوين وشفنا الطويجنة ديالك كيفاش كتوجدوهم. مرحبا في بلادنا. نعم. مرحبا في بلاد الزودوا بلاد السياحة. وكنشرفوا بكم مرحبا بكم في بلادنا. الله يعطيك الصحة. وهذه هي الطريقة باش كنصوبوا الطاجين في الزود. الله يعطيك الصحة. خلينا لالا نعيمة وتمنينا لها التوفيق وخليناها تكمل طويجناتها لأنه النهار تبعها طويل. طبيعة وجو المكان والريحة ديال الطويجنات كيفتحوا الشهية وكيخليوا الزوار دغيا كيحسوا بالجوع. الطويجنات المعروضة في المطاعم كتشابه في المنظر ولكن مختلفة أكيد في المذاق لأن كل واحد عنده طريقته الخاصة في تحضير الطاجين. ولالا مليكة غادي توري لنا طريقتها. حنا جينا هنا عند لمليكة جهة الشلال هي عندها هنايا واحد القهوة كتقص الطويجنات وكتقدم لنا الطويجين من داك الطويجنات اللي كدير. مرحبا بك لمليكة. أهلا هاد اللحم اللي غادي ديال المعزي ديال المعزي واخا لالا انا غادي نعريه لانه كاينه الماء ديال الشلال ديال الشلال تيرش بحال الشتا. يلا بسم الله نشوفوا فيها شنو كديري لي. كدير اللحم ديال المعزي مع توابل الطاجين وزيت الزيتون ديال البلاد القزبر والمعلنوس وبحال ديما البصله ولكن بزاف ديال البصله. هي راها غادي تطلق الماء وفي نفس الوقت غادا تلدد لينا الطاجين. كتستفخي الزو وكتضيف عليه البطاطا. مطيشه دابا صافي ونقفلو عليه. الزيتون كديروا الزيتون مشرمل ولا غير حيت دابا بغيتي تدير هذا؟ انا بغيت سميتو تندير الزيتون. الزيتون شويه ديال الزيتون خضر غتزيدي ربع ولا صافي؟ نزيد واحد الشويه وغادي تزيدي شويه ديال التبزيره من الفوق؟ نعم. الشكل ديال الهرم في الطاجين شي حاجه مهمه منين تكونوا كتصيبوا فيه خاص يكون عنده بحال هكذا هذيك الفورمه ديال البيراميد. غادي نكملوا بشويه ديال القزبر ومعدنوس صافي وكتعاود تزيد له شويه ديال التبزيره وتخليه يطيب. شحال تقريبا الوقت تخليه يطيب؟ ساعه. لا ساعه ديال الوقت. ساعه ديال الوقت على حسب. تبارك الله عليك. انا راه جبت الخبيزات ديالي راه ما منزلين غنتسنى الطاجين حتى يطيب باش ندوق ونشوفوا كيف جا. الله يعطيك الصحه. الطاجين اللي وجدت لنا لاله مليكه هو طاب. ايوا هانتوما بصحتكم ومرحبا بكم في أزود.
خليت شلالات وزود وطلعت لدوار تزروت عند لالة ملكة وستي الحسن فين عندي موعد مع بديعة. السلام عليكم. السلام عليكم انا ملكه. السلام سي الحسين، كيداير لاباس؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك مولاي، كلشي بخير؟ الله يفيك. كيداير لاله ملكه؟ لاباس. كلشي بخير هانيه؟ لاباس الحمد لله. السلام عليكم. شوف عندنا هنا، مرحبا مرحبا. نهار كبير هذا، كيداير لاباس؟ كيداير مع الصحه؟ مرحبا بك. مرحبا بارك الله فيك. راه واش داك الطعام وديك الشيء اللي غادي نوجدوا ان شاء الله؟ ان شاء الله. اش كدير لاله ملكه؟ راه طيره تعجن. راه تتعجن الخبز اللي غنطيبو في الفران ديال امي وجبد، وان شاء الله غنوريكم حنا ان شاء الله كسكسو ديال البلاد و داك الماكله ديال التقليديه ديال عندنا حنا ديال البلاد. ديال هاد البلاصه هادي حنا دابا فين؟ اشنو اسمها؟ تزروت. دوار تزروت. تزروت شنو هي؟ يعني جا فوق من أوزود ولا تحت؟ فوق من أوزود. هاكاك شلال جال تحت. هنا جات الدنيا زوينة بزاف وكنحسو بالهواء نقي. بزاف حيت جيتي الفوق هنا يا. أيه إوا لالا تبارك الله عليك، كنشكركم بعدا على الضيافة. شكرا بزاف ومني اختاريتي هنا تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنا غادي نمشي نعاون لاملكة واخا، ونخليك أنت توجدي إن شاء الله هذا الطعام اللي غادي ندوزو. واخا واخا. مرحبا. نجلس حداك لاملكة؟ الله جلسة بنتي. جلس. مرحبا بكم. خليت لالا ملكه كتعجن الخبز ومشيت نعاونها غادي نشعل ليها الفران، لانه خاصو يكون سخون مزيان باش بمجرد ما كيديروا فيه الخبز كيطيب بسرعه بلا ما كيقفلوا عليه وكيخرجوه. داكشي علاش ظهر ليا كيسميوه رمي وجبد. غنخليك تكملي الخبز لاله ملكه واخا، وغادي نمشي نخلط على بديعه واخا. واخا بديعه، لقيناك موجوده كاع المقادير ديال الغداء، شنو غادي تصيبي لنا في الغداء؟ نصيب لكم البلبوله بالكرداس وبالجبانه اليابسه. تجي بحال البصاره. كتجي بحال البصاره وتسقيو بها الطعام. تسقي بها الطعام من الفوق. وكديروها غير بجلبانه بوحدها ولا تقدروا نديروها بالفول، تقدروا نديروها بالعدس. العدس خصو يتهرس ماشي يبقى هكذا بحال التهرمشي، وتتحيدي ليه القشره وتيطيب بحال هكا بحال جلبانه. كيكون العدس حتى القشره. حتى القشره. حتى القشره تيكون مفرك محيدين ليه داك القشره. أيه. الفوقانيه، حيت هنايا كتستعملوا بزاف القطنيه. اييه كديروها في الحريره وكديروها. عاودي على داك الحريره، لان حتى العدس الا هرمشتي هكا كطحنيه دقيق وكديريه حتى هو يا حريره. أيه. العدس تقدر دير العدس، تقدر ديري كيكر. الكيكر حتى هو يا كيجي. أيه. في الحريره. حنا نبقاو من بعد غادي نشوفوا يمكن وصفات اخرى هنايا في المنطقه، ولكن بغيت نشوف كيفاش كتقادي هاد الاكل. الراس العين. بسم الله. دابا غادي دابا البلبوله هنا موجوده، غادي نفزكوها بالماء. اييه. وغادي نخليوها واحد 5 دقائق. اييه. عاد باش نديروها طيب. بسم الله. كتغسليها تحيدي ليها داك الصفه وداك الشيء ولا غير كتفزقيها عادي؟ لا راه ديجا موجوده. نعم. تديرها بحال الشكل ديال الكسكسو. وبالنسبه لهاد الكرداس باش معمر؟ معمر فيه الشحمه وفيه شويه من ديال الريه وشويه من العنق وملحه وصافي وميبس. الملحه وتيبسيه. كاين اللي تيدير فيه العطريه تيدير بحال الشكل ديال الخليع. نعم. كاين اللي تيديرو بالملحة. غير بالملحة عادي. وحنا غالبا هنا تيستعملو تيصيبو تيوجدو تيخليو حتى العاشور. باش كيتستعمل في عاشور. عاشور تيستعملو الكرداس هنايا. هذاك الكرداس يبات مرطب. درناه رطبناه من البارح. ملكه عافاك ما تي كرداس هنا رطبه الصنت.
الملكة راها مجدل. مجدل ومن البارح. حيت راه يجي مالح بزاف. الا ما رطبتش يجي مالح. نعم. دابا غادي نلوحو الكرداس. كتزيد بادي على البصلة، مطيشة، الربيع، جلبانة، الزيت والعطرية ديال تسكسو. والبلبولة بطبيعة الحال راها كتفور وكتطيب حتى كتنضج. دابا مازال قدامه واحد الساعه هكاك ولا ساعه ونص عادي يوجد. ايه ساعه ونص بحال هكاك. صافي غادي نخليك تكمليه نرجع عندك مع 12 الغدا ان شاء الله. مرحبا. باش نخرج نتسارى شي شويه، ولكن راه العيشه قالت لي ضروري ندوز عند الدار. هذاك الشيء اللي قالت لي انس، راه مجدالي كنتسنى فيك. مجدالي انت هي شي شيء مجدا واحد الحريره ديال كيكر. اياه ديال البلاد اللي حتى هو بحال القطنيه نيت دير بحال العدس. بحال القطنيه. واخا حنا غادي نشوفوه دابا، غادي نمشيو لعندها لو خليناك على خير ونرجعوا انا ولا عيشه باش نجر معايا لا مليكه حتى هي نجيو نتغداو عندك ان شاء الله. الله يعاونك. يلا بسلامه. بسلامه. عائشه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي درتي؟ لاباس ربي يخليك. تبارك الله عليك موجوده كلشي. بغيت ندير الحريره ديال كيكر. هو هذا كيكر اللي كتصيبي فيه؟ هذا هو كيكر. قالت لي قبيله بديعه. كتستعملوه بزاف هنا في الماكله. كنستعملوه بزاف. لا اللي كيستعمل كيستعمله حتى في رمضان. كيشربوه حتى في رمضان الحريره في رمضان. يكون البرد هكا كيديروها بزاف في الصباح وقت البرد هكا هو سخون شويه. كيفاش كيفاش كتوجدوا؟ حيت هو كيكون هكا مكركب شويه بحال مربع، داير بحال الشكل ديال العدس، ولكن نتوما كتستعملوه هكذا بحال الدقيق. بحال الدقيق حيت كنرفلوها في هذاك الصلي، حنا كنقولوا اسلف الحياه. اييه. وكنطحنوا في الرحام. الرحام وعاد كنغربلوه وكندير ليها بحال هكا باش يتنقى. وعاد كنطحن عاوتاني فرحه باش كيولي الدقيق. كيولي الدقيق عاد كنصوبو كنصوبيها. أيه. الحريره هكاك، ولكن هو قلتي راه تيتقلى. كتقليوه من قبل تيتقلى وعاد باش كيتهرش يتهرمش. حيد له قشره وكيولي تطحن بحال هكا باش كيولي الدقيق. وتا العدس كديروا له نفس الحاجه. نفس الحاجه غير العدس ما كتقليوهش. لا ما كنقليوهش. واخا لالا. يلا بسم الله. حنا هو عندنا كيكر واجد. نشوفوا الحريره اللي كديروا بهاد هاد القطنيه هادي. بسم الله باش غتبداي. بسم الله كندير مطيشه. وصلة. كندير شويه د الربيع، كزبر المعدنوس. بسم الله كندير شويه د العدس. كندير الملحه، شويه د سكنجبير، خرقوم، الكمون، والبزار، الزيت البلدية، دابا ملي تطيب كدوريها ب كندورها ب بالدقيق. الدقيق ديال الكيكه. واخا بسم الله. شحال كديري الماء هو الاول؟ كندير الماء هو الاول باش ما يسخنينا في هاد السلافه. بسم الله. كيكون دابا العدس طاب، عاد كان يدار فيه التدويره ديال الكيكر. غادي تجمعوه تخليه بحال بحال الحسوه. ياك تقلو شي شويه. تقلو شي شويه عاد كان. وكيتحط غير بوحدو ولا نديرو معاه الزيت البلديه؟ لا كيتحط غير بوحدو. كيتحط غير بوحدو. تبارك الله عليك. كيطيب. وحنا غادي نخليوه هكذا حتى كيطيب. وغادي نمشيو نرجعو للبديعه. شتي عرفتي شنو وجدات لنا؟ راه قالت لك اكيد عرفتي شنو وجدات. اش وجدات لنا؟
وجدتنا الطعام. اه تمشي معايا؟ واخا. ايه يلا. بديعة سقات البلبولة بالمرقة ديال الجلبانة يابسة والكرداس. البنة ديال هاد الطبق من ألد ما يكون، وكنظن أن هذا عنده علاقة بالماء العذب ديال البلاد. من بعد الغداء خرجت نتمشى في الجنانات ديال الزيتون، وتلاقيت مع العيالات ديال الدوار كيجنيو. مشيت نعاونهم، وفي نفس الوقت نستغل الفرصة باش نسولهم شنو كيديروا بيه. دابا هذا دابا نحيدو دابا من الشجرة. إيه. وتنحيدو له العظم. إيه. أنا لا وتاني تنديرو به المشخوق. لا بغيتو ديال الطاجين. لا تاني هرتو تاني بالحجرة تياكلو به الخبز. ونديرو له الملحة. العظم بالماكينة. بالماكينة. كتحيدو له العظم بالماكينة. بالماكينة. بحال كان معسوبات الثومة. إيه. بحال هاديك. باش نحيدو له العظم. ودابا شمن وقيتها تتخرجوا تجنيو في الصباح ولا في العشية؟ في الصباح. الصباح. الصباح حتى العشية. الصباح حتى العشية. تبارك الله عليكم. وهذا الآخر اللي راه تامر شنو كتسميوه ذاك اللي كحل باقي في الشجرة كحل؟ الزيتون. هذاك الزيتون الكحل تنصاوبو به ثاني هذاك ثاني بحال دابا هذاك الزيتون الكحل بحال تنقولو حنايا مطمر بالشلحة. اش تقولو؟ تنقولو حنايا مطمر بالشلحة. مطمر؟ اه مطمر. مطمر بالشلحة. مطمر حيت تامر. اه حيت تامر طايب مزيان. ايه طايب هو ماشي خضر. ايه هكاك. تنديرو في الخنشة ونعصرو في الحجر. كديرو في الخنجة وكتقلو عليه بالحجر. بالحجر تايطيبو تنديرو ليه الملحة. يمشي منه داك الماء ديال المرجان. أيه. وكديروا له الملحه من بعد. أيه. هو مزيان حتى تغسليه وتتحطيه في الطباس اللي بغا ياكل. مرحبا بي. ايوا هادشي راه زوين حيت هاد الزيتون هكا ديالو لقيته ديالو. أيه. ومنين كتقادوه دابا في الوقيته ديالو كتستافدوا منه في هاد البرد. ديروا منه طويجنات تنزلوا مع البصاره مثلا. كلشي ولا حويجات بحال هكا. الا جاو عندكم شي ضياف بحال يبارك فيكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. الله يبارك فيكم ونتعاون معاكم ونكمل معاكم الجمال ونمشي معاكم وناخذ واحد شويه ديال التاي. واخا مرحبا بكم. يلا باش العين. يلا بالي نجمعوا شي شويه. دوزت العشية كاملة في جنان ونسيت راسي. خليت الناس كيتسناو فينا على العشاء. الحريرة حامضة بالعدس مدورة بالدقيق ديال الكيكر اللي وجدت لينا عيشة جارة بادعة لذيذة بزاف. عجبك الجو هنا؟ عجبك كلشي هنا؟ هنا كان الجو زوين من كتهبط للشلال في أزود لتحت، يعني واخا كتكون معيان ولا كتكون خاطرك ماشي وهذاك كتبقى تسمع هذاك الماء كيهبط بالجد كيخليك تحس بواحد الراحة هكا يعني مزيان. من بعد الطبيعة زوينة الهواء الثرمية مزيان. خلاص جينا لهنا. اللي عجبني بزاف هما الناس. الطبيعة أكيد زوينة ولكن الناس أجمل اللي نقولوا. ما حيت عارفين البلاصة كتكون زينة بماليها. شكرا بزاف. وكذلك قاعدك الحوايج اللي شفت كيفاش كتعيشوا كيفاش الحياة صعيبة. الحياة صعيبة والعيالات هنا تخدموا بزاف بزاف بزاف. ماشي معناته الرجال ما كيخدموش حتى ما كيخدموا، ولكن العيالات تبارك الله نشيطات وكيخدموا بزاف. فعلا. وصافي هادشي اللي كاين. كان نهار زوين. ايوا الحمد لله خلاص ترتاحي. مزيان حنا نكملوا العشاء ديالنا ديال الحريرة. يلاه ترتاحي راك تكون عييتي. بارك الله فيك. شكرا. صباح بكري باش نكملوا جولتنا في الاطلس الكبير، وكيف ديما ما كنسخاوش نودعوا الناس اللي استقبلونا وقضينا معاهم اوقات ممتعه. تقاسموا معنا وبكل كرم داكشي اللي عندهم. انا
على هذا الفطور هذا غادي نودع لمالكه وسي الحسين واللبديعه تنشكرهم بزاف ونودعكم حتى نتوما ونشكركم على حسن التتبع وان شاء الله نتلاقاو فرصه اخرى باذن الله في منطقه اخرى الى اللقاء ان شاء الله الرحمن طاقم شهيوات بلادي كيودعكم وكيعطيكم موعد الأسبوع القادم بإذن الله.